السلامة. مع السلامة. مرحبا. عسلامة. مرحبا. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. وانت؟ الحمد لله. عايشك. قدموا لي رواحكم. بيلا ميسا. مرحبا بكم بيلال وميسا. موضوعنا، علاش العلاقة بين التونسي والتونسية ولات متوترة شوية؟ الرجل التونسي ماذا به يتزوج بأجنبية والمرأة التونسية كيف كيف؟ شنو رأيكم في الموضوع؟ موضوع عرس التونسية خير، علاش أجنبية ولاش روسية نقولوا لحنا ولا ليش أوكرانية؟ تونسي تونسي بنت بلادك، بنت بلادك تبقى بنت بلادك. أنت ضد الأولاد هذوما؟ ضد الأولاد هذوما برشا. وأنت؟ هما عندهم فما عبيد عندها الحق تحب تطلع لبرا وتاخو ياخو مرا قورية، أصلا القورة ماهمش كيفنا، ماهم يلبسوش كيفنا، فما عبيد تلبس هنا كيفهم هما. كيفاش ما يلبسوش كيفنا؟ يلبسوش كيفهم غادي نورمال، تخرج لك بأي حاجة في بالها هي. وهنا بالنسبة لي أنا خو راجل تونسي، علاش كي نبدا متانية أنا وياه؟ كيفاش تبدا متانية أنت وياه؟ ما نبدو متفاهمين، بيناتنا ثقة، نحب ويحبني، مع بعضنا وذن القفة، واللي في خير ربي يسهل فيه. وانت؟ بلي تاخذ تونسية تلقى فيها الخير، ما تلقاش خير في بنت. فيكم تعرف على أجنبية ولا أجنبي؟ أنا تعرفت على جزيرية. احكي لنا. جزيرية ما جزيرية معناها منا وإلينا. منا وإلينا كما قلت. إذا تحب اللي شكون لاباس عليه، ما مش كي توا التونسية ترضى لك بالكتب التونسي. معناها شفت كي تلقاه معناها ظروفه تعبة، معناها كوبل أنت وياه أصلا. بالنسبة لي أنا اللي تشوفك على فلوسك، تشوفك على لبستك، وتقيسك من صباتك للراسك، سواء جزيرية فرنساوية تونسية، راهي طامعة فيك من الأول. ما دمت تقول لك هيا نخرج ونعمل قهوة وتبدا عاد تطلعوا كيك يوم البوية ذيك، ريتهم البوية تبدا تتحول يمين ويسار. هي هيك ماهيش تعمل قهوة يعني؟ ليه تعمل قهوة على روحها؟ من المرة الأولى ما دام وصل تحكي معاه ووصل، ما دام هو راجل معاك كلش معاه راجل حتى أنت، يا كلي معاه في البي والخايب، يا سايب عليك من المرة الأولى، علاش مكملة معاه وتعملي في قهوة معاه؟ ماكش دي دارك مغسل معونة على روحك، تليه في وجهك ولا كبر يقري ولا عامل تحبي. شفت بنات هكا يتصرفوا؟ شفت برشا عبيد كان عنده كهرباء، حتى عيش تركب معاه، حتى عيش تركب معاه. المهم كهرباء. المهم كهرباء، المهم كوستيم، المهم مريول بيه، المهم دوريجين، شاري من البرشكا. برشكا دوريجينا؟ نومتو تقرا راي تقرا راي برشكا ولا زرابية. برشكا حاجة طيارة عندك؟ عندهم هما برشكا وزرابية. مريول عندهم 70,000 من يستغنوا منا نحن. شنو رايك؟ ما اش رايك بلي رايي هذايا ما انا ما ننصحش بيه حتى انسان. انا وفما ناس اللي قالك باش يصاحب لك اجنبيه ولا روسيه ولا مغربيه ولا جزيريه. برشا عبيد يطمعوا في فرنساويه ولا طليانيه اللي هو رب على اوراق. فما تونسي يطمع لك في المانيه ولا مغربيه على اوراق. فهمتني؟ يطمع لك امانات باش تخرجوا، باش تعملوا كونترا، باش يطمع حتى في فلوسها. نحن ما عندناش. فما اللي بمخه معناها يقول لك نعرس بتونسيه، معناها نعيش انا وياها عيشه فل وكاو. انت معناها تحب تاخذ بنت بلادك، وانت تحب تاخذ ولد بلادك. ناخذ ولد بلادي. يقول علاش؟ علاش؟ باللي باش يصير بيني وبينه انا هنا، باللي هو ولد بلادي وانا بنت بلادي. وبينات بعضنا بلا شيخ واحدة قورية تعفس عليه وتخليه كان ضربها تشكي بيه شد الحبس، والحبس نتاعو مش كل الحبس نتاعنا نحن. لا على الحبس نتاعو ماهوش كل الحبس نتاعنا. تو كتش المرناقية حب فرش هما ما عندهمش فرش، بيت فيها زوز فروشات ويقعدوا زوز بركة، بيت فيها زوز فروشات ويقعدوا هي بالرسمي. انت كل مرناقية خيشة وسطل الكلاس تدور معناها غاديك راه خيشة وسطل هنا، تلقى حبيبك ولاد حومتك هنا في الحبس مرناقية ولا بشوف شو اسمها بشوشة لهنا. مش كي تلقى غاديك ذاك خيشة وسطل وتغسل الحوايج نتاع المياسوي والمياسويش، تجيب عليه الماء والشرشو كيما نقولوا نحن، وتخلي فيه حتى شيء وديما الحق فيه هي. ريزمو معناها جيت مع زوز ضد انهم يتزوجوا باجنبي ولا اجنبي؟ والله حتى كان جاي تونسي وطلع لبرا ما يسالش ناخذ تونس
يطلع لبرا كي يكون اجنبي محليه وسبحان الله هي كيبدا محليه انا ناخذه كذا وسبعني ياخذ فيه انت مش قلت لاجنبي ليه لا كيما طويلة انت طامعة في فلوس لا طامعة في فلوس انا عندي بابا وامي يصرفوا عليا نسحق حتى حد وما نغزوش الفلوس هم كبدة محلية ويهبل وكل شيء صبته منقار و والله كبدة لبس كلاس منقارة كبدة لبس كلاس منقوبة والله يعني المهم يبدا محلية لا فيش محلية بالنسبة لي كانت تحس بيا يهنيني ما يعنيش ديما معايا يضرب عليا انا محمد يسحقش باش يضرب علي نضرب عليه وشوفوا شوف بالله راه ما يكونش راه ما يكونش التونسي يضرب عليك كي الاجنبي راه جرب ترى هي ما تستحقش لا ما تستحقش انا بشكون يضرب علي نضرب وحدي نضرب وحدي نضرب وحدي ترى اعطيني اي عبد هنا في تونس اي واحد يجي ويقول لك يتشبرش علي ولا على غيري شو نعمل انت متقويه بالبوكسيره كل شيء لا مانيش متقويه بالبوكسيره خاطرني متريني واللي تعدى علي انا عنف في بك عنف هنا في تونس قداش اه قداش 3 شهور حبس عاودي عنك انت خذ وانت انا ما تعرفش علي ما تحكمش علي علاش عصفور جنة مسني عصفور جنة ما عندي الحق سامحني تجي انت تتبلى علي تبدا تبز السيم تاع شنو تعرفني كي جبل تاع شنو كي انا غال عندي الحق يا خويا تمشي تشكي بهم بالقانون بالقانون لا نضربك ونزيد نفشخك ونزيد نزيد نطهر لك من الفوق وشوف وشوف عصفور جنة احشم يا بنتي عصفور صح عصفور صح والله اكيد عصفور صح تجي ماما عصفور جنة ما تجيش والله ان شاء الله كنتوا متفاهمين تعاركتوا ولا خاطرك انت ما تقدش روحك نفهمك ليه نقد روحي انا كنت واحد من الناس نشوف شكون انا انا ما يسمح ليش راك تندم ما يسمح ليش انا يمس ليه ليه انا زاد ما يسمح ليش نضرب راجل انا زاد ما يسمح ليش باش نضرب طفله اما انت كي توصل روحك راني زاد انا باش نضربك حتى انت توصل روحك انا زاد نضربك معناها تستحق او يبدا يوطل لي في اعصابي تو شفت انا حتى انت بتطلع لي فيها وسيدي رمضان انا من الاخر توصل روحك راك تاكل سوا راجل ولا ماكش راجل ولا اللي هو توصل روحك انت حشاك تاكل مكتب لك ليه ما ناكلش ما تصوركش تضرب طفله قد انا قلبي ابيض حتى قلبي ابيض قلبي يكحل نحل نشوف هي مازالت نافحه بالبوكس اضرب يديك قال لك نافح والله غريبه صفات الطفله اللي تحب هكا تكون معاها مثل كيف ما هي والقويه حب القويه ونحب قولك يا انا لا لا انا ما نحبش نحب كان باب ما نحب حتى حد ما تحبنيش انا انت نحب باب اختي شعرفتك جيت تورا ويعجبك شي ملا والله نحب بابا انا كها مش عجبك الكوستيوم نتاعو توا وكنت تغزل بيه بنت حليل متعدينا قول خذيه حتى تحت دينار خذيه ما يسالش مش دينار هاي بيسه 5000 هاولا بيسعدي خمسة آلاف وصار هاكم 8000 هذاك المهر المهر هذا أب هذيك شبالك من البنك سنترال ما عينيش بالذهب يا الفادي هنيني ما عينيش بالذهب ما عينيش بالذهب هنيك علاش ليه؟ ونحب كان بابي هنيك الصيغة مهمة مهمة بالنسبة لكم ولا في الزواج؟ شنو؟ الصيغة الصيغة بالنسبة لك أنت أنت طفلة ما يقدرش وما هوش مقدور وكان انا جمت عندي ونجم نعا زاد انا حكم زهيز وصفارش عندي زاد انا برشا حاجه ميسالش ما نجمش بعد العرس حاجه ما عاديه يا اخي انتي تراها مهمه ولا سوا قبل العرس ولا بعد العرس برشا عباد تقول قدام امي وقدام بابا وقدام على المظاهر انتي انتي في حد ذاتك تحب الذهب تحب تلبسه ليه الجيران باش توكلني ليه الجيران باش تشربني لا مشي ياخذوا لي ولدها ولا بتاخذ لي ولد اختها انا باش ناخذ الراجل انا باش نعيش معاه وانا راضيه بيه خدلك عليه هو لاباس بابا على راسي وعيني ويلزم برضاته وهو ما زاد هو يلزم يغزل ويغزل ولد الناس توا ناس ثم ام تكون مقاويه مع البيش قولك ساعه في اللي كانت تقول فيه انا من انا شفت انا قادر باش ناخذ لها بلاكون ولا ذهب ولا ديامون ولا معناها في سيفتي انا قادر باش ناخذ لها انا نلبس لها اكثر من هي قالت كانوا ماهوش قادر انا عادي معناها قولك فيه بنت ناس هذي انا اللي اي زاد ما عندوش يمشي يخطف يا يخطف ويدخل الحبس معناتها هودي حاسش بيك كعريه ما عينيش بيه ما حاسش بيه عنده فلوس ما عينيش بيه عنده ذهب يعجبك شي بالسيف
ننصحوا بعض الرجال راكم ما تنجموش تاخذوا اجنبيه ولا روسيه ولا اوكرانيه ولا مغربيه ولا جزيريه، خذوا بنت بلادك ماك لها طويل كيف كيف اللي يحذيك. اي مثال كيما هذه قاولك يحب 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 الشتيمة، يحب على روحه هذيك يشوف واحدة أخرى. أما زادة إن شاء الله ربي يطيح بك بنت حليل وإن شاء الله كيما ما تحبها إن شاء الله، وشيلها صيغ إن شاء الله تشرط عليك صيغة بيضة وصفرة وكحلة وديامون وتعريك من سيس كراس تقعد هاك مديون هاك لتولي تطل. ما تصورش أنا نجيب بنت نقولوا نحن بنت حليل تغرقني في الديوك. بيناتنا الدنيا بيناتنا الدنيا ونتقابلوا هنا في السنتر في كي تعرسي نعمل اللي تحب. عرسني عرسي انا كنت فرج هذي على مرتي ما يقول خاطر ما نجمش قاعده معايا قبل وعنده شكون خاطي هذيك خاطر ما نجمش يميل ما نجمتش معناها نميل له الله غالب قلبي يا اخي بدا يطلع وكي ام البويا حتى هو الله غالب أمان. كلمتي يقولها أمان. ختام كلمة الختام نقول لكم للتوانسة خذوا التوانسة بنات بلاد كما هنا راهم كبار ورامبارو فهمتني زفر على مبابور كيما فما برشا رجال كيف هو زفر على مبابور فو شو عمري 23 سنة راه مازالت الأيام قدامي شو بطلع لا مازال الحمد لله يا ربي مازلت بوقوس فهمتني.